السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في درجة جديد لتعلم اللغة الإسبانية للمبتدئين. وكما العادة رجعنا لكم بواحد الفيديو بسيط وسهل وفيه غير واحد 3 دقائق باش أننا نتعلموا بعض الكلمات والعبارات اللي عتفيدنا بزاف وعنكونوا بزاف سمعناها في اللغة الإسبانية. بلا ما نطول عليكم نبدأ على بركة الله. من بين أكثر الجمل الشائعة في اللغة الإسبانية ولا الأسئلة الشائعة هي عبارة كي أثيش. كي أثيش كي هاثيس شني كدعمل؟ مثلا كجواب قدر تقول مثلا كتهضر في التليفون أبلو بور تليفونو. أبلو بور تليفونو. أبلو بور تليفونو. ولا مثلا خدام كدعمل الماكلة قدر تقول أغو لا كوميدا. أغو لا كوميدا. أغو لا كوميدا. أنا كنوجد الغداء ولا كنوجد الماكلة. ولا بعبارة أخرى مثلا مشيتي جبرتي شي واحد كتعرفو في شي موطع بعيد ولا في شي منطقة كتسقسيه كي أثيس أكي. كي أثيس أكي. كي أثيس أكي. شني كدعمل هنايا؟ وكجواب قدر تقول مثلا جو espero a Juan. Yo espero a Juan. Yo espero a Juan. انا كنتسنى Juan. ولا جبرك في شي موطع كتخدم فيه قدر تقول Yo trabajo aquí. Yo trabajo aquí. Yo trabajo aquí. انا كنخدم هنايا. ولا جاو جبرك في الحومة ديالكم قدر تجاوبو مثلا جو بيفو ان استي باريو. جو بيفو ان استي باريو. جو بيفو ان استي باريو. انا كنعيش ولا انا كنسكن في هاد الحومة. كذلك من بين الكلمات الشائعة ولا الأسئلة الشائعة اللي عاد كتستعملها بزاف هي مثلا ملي كتسمع شي واحد شني كيقول ولا خصك يعاود لك هذاك الشيء اللي قال لك كتسقسيه كي ديثيس. كي ديثيس. كي ديثيس. شني كتقول؟ وكجواب مثلا يقدر يقول لك كالعاده كتضربها بنكره كتقول نو ديغو نادا. نو ديغو نادا. نو ديغو نادا. انا ما كنقول حتى شي حاجه. ولا مثلا بغيتي تعبر تعاود شنك شي اللي قلتي مثال ديغو ديخامي انترار. ديغو ديخامي انترار. ديغو ديخامي انترار. كنقول لك خليني ندخل. ولا مثلا كتجبر شي واحد مهموم كيفكر كتسقسيه فين كتفكر بالاسبانيه ان كي بينساس. ان كي بينساس. ان كي بينساس. فين كتفكر؟ وكجواب مثلا شي واحد مهموم على ولادو محمقينه يقدر يجاوب مثلا بينسو ان ميسيخوس. بينسو ان ميسيخوس. بينسو ان ميس ايخوس. كنفكر في ولادي. ودابا اذا بغيتي ترجع هاد الكلمات كاملين اللي ذكرناهم في هذا الفيديو يمكن لك تدخل الصفحه ديالنا cousinmz.com. كنتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.